السلام عليكم، الله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل كيكتي المفضله بالشوكولا. طريقتها جدا سهله وطعمها بيطلع كتير طيب. طبعا هذه الوصفه، يا هذه الكيكه نفسها عملتها بهذه التورته، راح انزل لكم طريقتها ان شاء الله بالقريب. ملاحظه يا حلوين، هذه الوصفه بتعطيكم ارتفاع كتير حلو، فمثل ما انتم شايفين هنا ما شاء الله جدا عاليه، يعني الكيكه بيطلع حجمها عائلي. والحلو انها من 4 بيضات فقط، لانه ناس كتير عندها مشكله مع البيض، تجي تقول لك ممكن اقلل البيض، يا سلام. المهم هذه كلها 4 بيضات فقط، فان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وفرجه ممتعه. بالنسبة لمكونات وصفتي يا حلوين، فهذه هي مثل ما انتم شايفين عندي هنا طحين الكيك او طحين الحلويات. اذا ما عندكم ببساطة استبدلوه لكل كوب، نشيل منهم ملعقتين طحين ونحط ملعقتين نشا اللي هي المايزينا، اي نوع مايزينا. اوكي، السكر يفضل يكون ناعم الحبيبات حتى يذوب معنا بسرعة. الفانيلا انا هنا مستخدمة البودرة، اي نوع متوفر عندكم عادي. بالنسبة للقهوة مستخدمة الاسبريسو، ممكن قهوة سريعة الذوبات او ذوبان او قهوة انتم تعصروها في البيت. طبعا راح احتاج الى ماء مغلي بعدين اجيبه من السخان، بيض بدرجة حرارة الغرفة، ملح، البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات، وايضا عندي بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج صودا، زيت الطبخ العادي. الشوكولاتة البودرة مثل ما انتم شايفين انا مستخدمة نوعين، طبعا الاثنين من غير سكر، يعني شوكولا غير محلات، مستخدمة العادية ومستخدمة الداتش اللي هي بيكون لونها اغمق. بالنسبة للبن خليته اخر شيء، لانه دائما لما احط في وصفة واقول فيها لبن كتير ناس تسأل اي نوع لبن. حبايبي في عندنا الحليب اللي نعمله في الكوفي، في عندنا الثاني في المغرب، وهنا بالسعودية بنسميه اللبن، بس في مصر عندهم اللبن هو الحليب. عموما هذا ما هو الحليب، ما هو الملك، هذا الباتر ميلك، لبن شرب بيكون قوامه ثقيل. ببساطة إذا ما عندكم هذا، خذوا الحليب ولكل كوب حليب بتحطوا ملعقة صغيرة من الخل. يعني أنا عندي هنا كوبين بنحط عليهم ملعقتين صغار من الخل، بنخليهم 5 دقائق ثم يتحول عندنا إلى القوام الثقيل اللي هو اللبن الباتر ميلك. أوكي، انا اول شيء راح ابتدي بخلط المواد السائله واخليها على جنب، ثم راح انتقل الى العجان. طبعا يا حلوين مو ضروري تستخدمون العجان، انا استخدمتها لانه ايدي معطوبه الحمد لله والشكر، فما اقدر اخلط كثير بايدي، لهذا راح استخدم العجان. فهنا عندي البيض، في البدايه حنخلط كل المكونات السائله مع بعض. حطيت البيض، اخلطه شوي في البدايه، عليه احط الزيت ثم اللبن كله مرة واحدة، خلاص ما نحتاج خلطة كتير، هذا نخليه على جنب. استخدم العجانة ولكن للأسف السلك ما وصل إلى فيش الكهرباء. عموما حطيت هنا الطحين، عليها أحط السكر، طبعا كل المواد الجافة، الشوكولاتة البودرة، بيكربونات الصوديوم، نزلوها كلها، خميرة الحلويات والملح. ملاحظة يا حلوين، نحن هذه الكيكة فيها كمية كبيرة من بيكربونات الصوديوم، لهذا مستخدمين اللبن لأنه بيكون فيه حموضة. فإذا استبدلتوا اللبن بالحليب ضروري تحطون الخل لحتى تتفاعل معاكم البيكنج صودا. أوكي، وايضا راح احط من الفانيلا، انا عندي هنا الفانيلا البودره اللي هي من ملتقى الخبازين، كثير حلوه هذه الفانيلا الصراحه، ممتازه للوصفات اللي ما تحبون تضيفون لها سائل. هادو الان اخلطهم مع بعض كثير منيح، ضروري تخلطوا كثير منيح لانه الشوكولاته البودره بيكون فيها كور. خلاص بعد ما خلط هذا كتير منيح، الآن أضيف عليه المواد السائلة اللي عندي هنا، ثم مشكلة إذا عملت هيك الكاميرا راح تتحرك.
الكاميرا عندي على الطاولة. شايفين هذا المزيج في البداية بيكون ثقيل. حطيت هنا 2 كوب من الماء المغلي، عليهم احط 2 ملعقة من هذا الاسبريسو. احرك يدوب. كثير طيب هذا القهوة. ثم اضيفه الى المزيج ونخلط. شي نودرج اللي يجي يخلط لي. او ماي جاد، ريحة القهوة. طبعا هذا المزيج بيكون عندنا خفيف. اوكي، نتاكد انه ما نسيب فيه اي تكتلات، بس نشوف انه المزج خلاص، يعني ما يحتاج منكم مجهود كبير. الحمد لله خلط. خلاص هذا هو صار جاهز. طبعا الفرن سبق وشغلته على درجة حرارة 350 فهرنهايت. عندي هنا صواني 10 انش اللي هي 25.5 سنتي. للأسف عندي وحدة ارتفاع بس 3 انش والثانية يمكن ارتفاعها 5 انش. اوكي، فراح احاول اقسم المزيج بين الصواني. احاول العدد اللي عملته هنا اعمله هنا، عرفتوا؟ طبعا القالب حطيت فيه ورق الخبز و رشيته بسبراي زبدة. هناك حطيت 4 صح؟ هذا اخر اللي يشتغل ويتكلم. اوكي، ثلاثة. نسيت الأحزمة، لا إله إلا الله. خلاص المزيج اللي فاضل عندي هنا أحاول أقسمه بين الصينيتين. أوكي، عندي هنا الأحزمة الخاصة بصواني الكيك، أنا سبق ونقعتها في الماء. كان المفروض أركبها قبل ما أملأ القالب، ولكن أنا نسيتها، فمجرد إني أحاول انزلها زي كده و احطها على القالب. طبعا اذا ما عندكم هذه الاحزمه ببساطه جيبوا فوطه قديمه ولفوها بهذه الطريقه وامسكوها باي ابره او شيء. خلاص هذه هي. خلاص يا حلوين، هذا هو الكيك بعد ما جهز معي وطلعته من الفرن مثل ما انتم شايفين. بالنسبة للخبز خبزته مثل ما سبق وذكرت على درجة حرارة 180 مئوية اللي هي 350 فهرنهايت. الرف بيكون في الوسط. انا فرني يشتغل من تحت فقط، لهذا انا خبزته من تحت، ولما نضج كان عندي حتى من فوق ناشف، فما احتجت اشغل عليه الشواية. بالنسبة للمدة اخذ مني تقريبا 37 دقيقة. المدة ما هي محددة على حسب فرنكم، يعني هل يشتغل فوق وتحت مع بعض ولا تحت وحده. عموما انتو حطوه بالفرن وبعد 30 دقيقة اجلسوا راقبوه، او على حسب الكمية اللي انتو حطينها بالمزيج. الان طبعا مرت اكثر من 10 دقائق من طلعتها من الفرن. حاولوا ما تستخدموا السكين بالطرف الحاد حتى ما يقطع لكم الكيك. مثل ما شايفين انا هنا مستخدمة فقط هذه القطعة اللي اختبر بها خبز الكيك. ثم نحرك القالب. لما نشوف انه الكيكة بتمشي وتجي في جميع النواحي نعرف انها فكت تماما. خلاص، وهذا هو كيكي اللي لونه طالع اسود صار جاهز. والله هو ما هو اسود، هو لونه بني كتير حلو. بالنسبة لارتفاع الكيكة حلو، هذا هو. انا مو محتاجة اعمل كيك زيادة، فخلص هما الكيكتين فوق بعض، وكان الله بالمؤمنين رحيمة. مع الحشوة وكل شيء بيصير ارتفاعها اكبر. خلاص
استنى عليه يبرد تماما واغلفه ببلاستيك غذائي واحطه بالثلاجه، وبكره ان شاء الله اطبق الكيكه. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم. مثل ما شفتوا انا هنا جالسه اقطعها، قوام هذا الكيكه بيطلع جدا ممتاز، كثير طيبه طريبه كثير طيبه كثير خفيفه بالاكل، وكانكم قاعدين تاكلون كيكه بيت كروكه، بس هذه قوامها افضل واحسن نشتغل بها الكيك. بالنسبه للملاحظات يا حبايبي فهي كالتالي: اول ملاحظه ملاحظه اللبن والحليب، وهذه انا وضحتها في المقادير. بالنسبه للملاحظه الثانيه، الماء ضروري يكون مغلي، يعني بتجيبوه من الغلايه وتسكبوه على الكيك. بالنسبه للبيكنج صودا والبيكنج باودر، وهذا اكثر سؤال اوقات ينطرح، هل ممكن اغير هذه بهذه؟ لا يا حبايبي، البيكنج صودا غير عن البيكنج باودر، ومفعولهم اثناء الخبز يختلف، اوكي؟ فما في داعي، ما نقدر نغير هذا بهذا. بالنسبة لا إله إلا الله في شيء أنا أبغى أقوله. بالنسبة للقالب، في ناس أوقات يكون عندها فرن صغير وتسألني هل ممكن أخبز نص الوصفة وبعدين أخبز الثانية. إذا فرنكم صغير اعملوا نصف الوصفة، ولما تدخلوها للفرن وتقرب تنضج اعملوا نصف الوصفة الثانية. ليش؟ لأنه نحن عندنا بيكنج صودا بالكيكة كمية كبيرة، ولما نضيف عليها اللبن والبيكنج صودا تتفاعل بالحموضة. فخلص اذا فضلت عندكم مده كبيره بالمطبخ فرح يعني بتتفاعل هذه البيكنج صودا، ممكن يروح مفعولها، لازم مباشره نحطها بالفرن. فلا، احسن شيء اعملوا نص وصفه واخبزوها، بعدين اعملوا النص الثاني واخبزوها. على فكره هذه الوصفه انا هنا مثل ما انتم شايفين عملت وصفتين وقسمتهم على صينيتين 10 انش. اذا حبيتوا تعملون صينيه قياس 20 سنتي اللي هي 8 انش، هذه الوصفة اعملوا نصفها فقط وقسموها على الصينيتين، وضروري يا حلوين نخبزها في صينيتين لأنه قوام الكيكة عندنا كتير خفيف. إذا عملتوها كلها بقالب واحد بتطلع لكم بالنهاية كيكة مرتفعة كتير من الوسط ومتشققة وحالتها حالة، خصوصا إذا ما استخدمتوا هذه الأحزمة اللي أنا استخدمتها. خلاص هذا كل شيء عن الملاحظات، إن شاء الله ما نسيت شيء. ان شاء الله يا رب. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها. طلع عندكم بالشاشه الان بعد الوصفات اللي سبق ونزلتها. اذا عجبتكم اضغطوا على الصوره ويفتح الرابط اللي فيه الخطوات بالتفصيل. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامه.